وكما اعتادت وزارة الداخلية ومع قرب حلول كل عام دراسي جديد أن تسهم وبفاعلية في توفير احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة. لذا أطلقت الوزارة المرحلة 19 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد تجهيزات كبيرة وإعداد قامت به الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، لكي تكون هذه المرحلة على مستوى طموح وتطلعات أولياء الأمور في توفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتنسيق مع كبرى الشركات وكبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية. تشير الملصقات هنا إلى تخفيضات حقيقية في إطار المبادرة تصل نسبتها إلى 30% ولمدة شهر، هي مدة المبادرة التي يشارك فيها 713 فرعاً ومنفذاً وسرادقاً على مستوى الجمهورية. يتوفر فيها الأدوات والمستلزمات المدرسية وبالكميات التي يحتاجها المواطنون، فتلك الأماكن موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها. والله واحنا بمجرد ما تم انطلاق المبادرة من السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شاركنا طبعا بفروعنا كلها، ودي مش أول سنة لنا بنساهم أكبر قدر ممكن في توصيل الخدمات وإن احنا نضبط الأسعار للناس اللي موجودة. لفتة طيبة طبعا من وزارة الداخلية إن هي تشارك المواطن اهتماماته ومسؤولياته. وجود وزارة الداخلية معنا برضو أنا واثق إن هيبقى فيها التزام من الجميع وتنوع الأصناف وتنوع الخصومات اللي معمولة في المبادرة دي هتشجع الناس كلها إن تنزل وتشتري معنا إن شاء الله في المبادرة. وقد أشاد المواطنون بحرص وزارة الداخلية على إطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة مع بداية كل عام دراسي. قالوا لي جوه إن في مبادرة خصومات عشان المدارس، بس لما دخلت سألت على كذا حاجة أنا بجيبها على طول فلقيت الأسعار أقل بكتير فعلا. الحاجة كواليتي جميلة جدا زي أماكن كتير قوي برا غالية بس بسعر حلو جدا. بشكر وزارة الداخلية على المبادرة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة، ويا رب دايما كده في ازدهار ونساعد الناس ان هم يقدروا يلبوا احتياجاتهم واحتياجات اولادهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. هكذا تسعى وزارة الداخلية وفي كل مناسبة ان تدعم وتساند الاسر المصرية وتخفف الاعباء عنهم من خلال مبادرة كلنا واحد التي اصبحت عنوانا رئيسيا لسياسة الوزارة الاجتماعية وللتخفيضات التي تقدمها للمواطنين لتلبية احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية.